عن عمر ناهز 73 عاما، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد في ذمة الله، وقادة البلاد يعزون. ترجيحات بانفراجة قريبة للأزمة السياسية، والبرلمان يعقد جلسته يوم غد للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. لمعرفة نسب مستويات الفقر في البلاد، التخطيط تواصل مسحها الاقتصادي والاجتماعي للأسر العراقية، وتوقعات بارتفاع النسب عن السابق. أهلا بكم. توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر ناهز 73 عاما، وكان الشيخ خليفة قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في 2004، ومنذ أن أصبح رئيسا أشرف على عملية إعادة هيكلة كبرى لكل من حكومة الإمارات وحكومة أبو ظبي. وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة 40 يوما، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم. وبموجب الدستور سيشغل نائب الرئيس ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي منصب الرئيس حتى يجتمع المجلس الاتحادي الذي يضم حكام الإمارات 7 في غضون 30 يوما لانتخاب رئيس جديد. إلى ذلك، عز رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم بوفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال السيد الحكيم في بيان تعزيته بأسماء آيات المواساة ومشاعر الحزن والعزاء: نشارك دولة الإمارات العربية الشقيقة حكومة وشعبا بوفاة رئيسها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وابتهل سماحته إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم شعبه ومحبيه الصبر والسلوان. هذا وقدمت الرئاسات الثلاث التعازي بوفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما قدم رئيس الجمهورية برهم صالح التعازي إلى دولة الإمارات برحيل رئيسها الشيخ خليفة بن زايد الذي عرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية. من جانبه، قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التعازي إلى دولة الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بأسماء آيات التعازي والمواساة، مؤكدا أن المسيرة الريادية التي خطها الراحل الكبير مستمرة بجهود قيادة الدولة وشعبها. بدوره، قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التعازي وصادق المواساة لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات. إلى ذلك، عز رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بوفاة رئيس دولة الإمارات متقدما بخالص التعازي القلبية وأصدق المواساة بهذا المصاب الجلل للراحل الذي كرس حياته لخدمة شعبه والإنسانية. وإلى مستجدات السياسة، نفى الإطار التنسيقي الأنباء حول ذهاب جزء منه مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة. وذكر بيان للإطار أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية تناقلت إشاعات عن ذهاب جزء من الإطار التنسيقي مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة، وأكد أن الخبر عار عن الصحة ونشره يهدف لتضليل الرأي العام والتأثير على جمهور الإطار وعلى وحدته وتماسكه المعهود لدى الجميع، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي لا زال متمسكا بالثوابت والمبادئ التي انطلق منها في رؤيته لتشكيل الحكومة وحماية للساحة ومواقف المواطنين والكتل السياسية. ولأجله كان لنا هذا التوضيح.
يبدو أن الأزمة السياسية بدأت تقترب من النور في نهاية النفق المظلم بعد الكشف عن انفراجات مرتقبة وحوارات ثنائية بين الفرقاء، وهو ما يدعو له العقلاء لإنهاء حالة الانسداد. حسين ياسين والتفاصيل. بعد أن حسم مجلس النواب ملف لجانه النيابية بالتشاور والحوار ما بين جميع القوى السياسية وتسمية أعضائها وفق الحجوم لكل كتلة، أشارت بعض التوقعات إلى احتمالية حدوث انفراج لأزمة الانسداد السياسي إذا ما سارت الأمور بذات الطريقة للتفاهم على الاستحقاقات المتبقية. على الفرقاء أن يكون لهم موقف واحد وموقف يعني يخدم الشعب ويخدم العملية السياسية، بأنه يتوحدوا ويتحاوروا فيما بينهم للخروج من هذه الأزمة التي مع الأسف الشديد طالت، والمواطن الآن بانتظار يعني حسم هذه المشكلات. آراء أخرى أوضحت أن لا مخرج من الأزمة الراهنة إلا بالحوار، مع أهمية تغليب المصلحة العامة على المصالح الأخرى وضرورة احترام النصوص الدستورية. هناك أزمات اقتصادية، هناك أزمات سياسية، هناك أزمات مالية، لذلك نلاحظ هذه الحالة تؤثر تأثير كبير على طبيعة المجتمع وسياسة الدولة، لذلك على كل القوى السياسية أن تعمل بشكل جد وأن تتقارب وأن تتفاهم وأن تطرح المبادرات وأن تتنازل بعض الشيء من أجل مصلحة الوطن. وتشير آراء نيابية أن حسم رئاسة اللجان النيابية سيكون ما بعد تشكيل الحكومة، على أن تدار اللجان حاليا من قبل الأعضاء الأكبر سنا. في موازاة هذه المعطيات تصاعدت المطالبات داخل الشارع العراقي بضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي والإسراع بحسم جميع الاستحقاقات والاهتمام بالمصالح العامة. حسين ياسين، الفرات، بغداد. من جانبه، حمل النائب عن دولة القانون عمران الكركوشي الكتل السياسية فشل العملية السياسية، معتبرا خلال مرصد خبري سابق القفز على التوقيتات الزمنية مكن العامل الخارجي بالتدخل في الشأن الداخلي. لابد أن القوى السياسية تعلن فشلها في هذه اللحظات، لأنها مر حوالي أدنى سبعة شهور على نهاية انتخابات ولم تشكل حكومة، والمفاصل السياسية والتوقيتات الزمنية تم القفز فوقها. وبالتالي هذه الاستحقاقات الدستورية عندما يعني يتم القفز فوقها فإنما تفقد فعاليتها في ضبط السلوك السياسي والأداء السياسي، بمعنى يصير هناك خلل في شرعية هذه القوى السياسية على الساحة، يعني هذا نوع ما يعطي الآخرين مجال للتدخل في الشأن العراقي وقضم الإرادة المحلية والإرادة القوى السياسية. يعقد مجلس النواب يوم غد جلسة للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من أجل استكمال المناقشات بشأن مشروع القانون. وقال بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعا اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وإدراجه ضمن جدول أعمال جلسة السبت للتصويت عليه. كما استضافت اللجنة وزير الكهرباء عادل كريم والكادر المتقدم في الوزارة لبحث الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم
في زيادة إنتاج الطاقة. مشاهدينا، للمزيد تنضم معنا في المرصد الخبري النائبة سوزان منصور عن الاتحاد الوطني الكردستاني. أهلا ومرحبا بكم سي سوزان. حياك الله، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. مساءكم خير. بداية لنذهب من الشأن النيابي، المالية النيابية وضعت اللمسات الأخيرة على قانون الدعم الطارئ للغذاء، هل هناك إضافات تعديلات قبل الشروع بالقانون؟ نعم، حصل تعديل على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. بصراحة أني مو باللجنة المالية ولا اختصاصي مالية، بس من التعديلات الرئيسية اللي حصلت هو عدم الاقتراض الداخلي والخارجي، أنه ماكو داعي لأي اقتراض داخلي أو خارجي، والاستعانة فقط بمنتجات النفط. بس النائب أحمد الربيعي بعضو بلجنة النزاهة كشف أنه عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال بتعديل أو افتراض القوانين، يعني معناه هذا القانون مع الأسف باطل إذا كان هذا المعلومة حقيقية. يعني لو كانت حكومة تصريف الأعمال ليست لديها الأحقية بتعديل أو افتراض قانون، معناه أنه القانون بحد ذاته هو أصلا باطل. طيب يوم غد ستكون هناك جلسة، يوم هل غد ستكون هناك اعتراضات أو تعديلات قبل هذا الكلام؟ حسب اللي نسمعها بالساحة، يعني كثير هنا وهناك أنه كثير من القوى السياسية يمتنعون التصويت على هذا القانون. يعني توضيح قليل على هذا الكلام. هل هناك إشكالات داخل القانون؟ هل هناك ما يدعو للتعديل، ما يدعو للاعتراض؟ حسب ما ذكرت لحضرتك أنه النائب كشف بوثيقة حكومية أنه حكومة تصريف الأعمال، معناه أصلا القانون من البداية ما لحكومة تصريف الأعمال الحق أنه تعدل القانون أو تفرض قانون أصلا. طيب يعني معناه القانون أني مو قانونية ولا يعني اختصاصي هي المالية، لكن هو تحليل للأمر. يعني بالضبط ما نقرأها بالإعلام هنا وهناك والكلام اللي نسمعها كل يوم. طيب هل تعتقدون أن هذا القانون سيبتعد عن الفساد؟ نتمنى أنه يبتعد عن الفساد، وأيضا بصورة تحليلية. بصورة تحليلية نتمنى أنه يبتعد عن الفساد. هو الغرض من القانون كان للقضاء على الفقر، ومن أجل الأزمة الاقتصادية اللي يعاني منها الشارع العراقي بالوقت الحالي. نتمنى أنه هذا الهدف نلقى أنه يكون في خدمة المواطن العراقي، مو من أجل تهدير الأموال في مكان آخر. قراءاتكم قبل يوم غد، قراءاتكم للقانون، هل سيخلو من كل هذه الإشكالات أو على الأقل بعضها؟ مو بالتمني، أتمنى أنه تكون خالية من هذا الشيء. وأكيد أكو لجنة مالية، المفروض يعني وظيفة اللجنة المالية أنه تراقب هذا الشيء. هل يا ترى المجرى المالي أو للمشروع كامل للقانون؟ وأيضا شغل لجنة النزاهة أنه تراقب التعديلات اللي حصلت على القانون، هل هو بالحقيقة في خدمة المواطن العراقي؟ هل في خدمة الأمور التي نتمنى أن يبتعد عنها؟ مع الأسف. ست سوزان، بخصوص الأزمة السياسية، ما هو الجديد بخصوص المبادرات التي تطلق وآخرها المنتظرة من المستقلين؟ لحد الآن إحنا سمعنا أنه المستقلين عندهم مبادرة بس ما أطلقوها لحد الآن. فنتمنى شلون يقولون كلما ضاقت تفرج، نتمنى يعني ديمقراطيا ينوي إطلاق مبادرة. نعم، سمعنا أيضا لم نطلع عليها لأنه ما عرضوها لحد الآن. يعني الديمقراطي عنده مبادرة جميعا معنا بهذا الموضوع أيضا. يعني اللي أتصور أنه مبادرة المستقلين ما راح تحل أي شيء، لأنه حسب ما نسمعها من المستقلين نفسهم، نفس الشجار على السلطة وعلى الرئاسات الثلاثة في الأحزاب السياسية والكتل السياسية، نفس المعاناة يعانون منها المستقلين أيضا. يعني المستقلين، هل ستكون هناك انفراجات أمل باختيار شخص رئيس الجمهورية؟ نتمنى ولو من بعيد من قريب. لا يعني نتمنى انفراجة مثل ما ذكرت، بس لحد الآن ماكو انفراج. الانسداد السياسي هذا الشيء واقع وموجود. ست سوزان، احنا بنقول ماكو انفراج، احنا دا نأزم الموضوع. احنا لا، بالوقت الحالي ماكو انفراج. أنا يعني قلت الوقت الحالي اللي هو المدة الزمنية أو السقف الزمني ايش قد نطيه، بس ليست الأعمال بالتمني. احنا نتمنى بس لحد الآن مع الأسف ماكو انفراج. الانسداد السياسي موجود، وأتمنى من القادة السياسيين
قادة الكتل السياسية واللي إلهم التأثير على القرار بالحكومة العراقية المرجعية الرشيدة، إنه يعني الأحزاب قوى قادة الأحزاب كما تفضلتم أنه الأمور مو بالتمني طبعا، لكن طبعاً أيضا نرجع نتمنى أكيد نتمنى لا أتمنى وطلب منهم أنه يتنازلون ولو على جزء بسيط من طلباتهم من أجل المواطن العراقي والشارع العراقي. سي سوزان شكرا جزيلا لكم لتواجدكم ويانا اليوم بمرصد الخبري، وشكرا لحضوركم. شكرا جزيلا. مديرية الاستخبارات العسكرية تتمكن من قتل 3 إرهابيين من خلال توجيه ضربة جوية على نفق لعصابات داعش الإرهابية في الأنبار. مكافحة إجرام ميسان تعلن القبض على 12 متهما من ضمنهم امرأة خلال 72 ساعة وفق مواد جنائية مختلفة أبرزها القتل العمد والسرقة. مصرف الرافدين يوعز بفروعه بتمويل القروض للمستثمرين وأصحاب المشاريع الداعمة للبناء والإعمار. لجنة الزراعة النيابية تعلن زيادة سعر طن الحنطة في قانون الأمن الغذائي مقدارها 100,000 دينار ليكون السعر 850,000 دينار. أعلنت وزارة التخطيط انطلاق الأعمال الميدانية التجريبية للمسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة العراقية، وذكر بيان للوزارة أنه تم تنفيذ المسح الميداني في محافظات بغداد والبصرة ونينوى والمثنى والأنبار وأربيل بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تحديد خط وخارطة جديدة للفقر متعددة الأبعاد. وأضعاف المسح تركز على الصحة والتعليم والسكن ومؤشرات البطالة ونسب التضخم ومستوى السلة الغذائية ومستوى الحرمان الغذائي، وأشار أنه تم استخدام التقنيات الحديثة في المسح وتنفيذه. على أرض الحقيقة فإن نسبة القابعين تحت خط الفقر في العراق قد تكون مهولة، لكن على الأوراق الحكومية فإنها لا تتعدى 25%، والسبب هو الفساد المالي والإداري وغياب الدعم الحكومي. صباح حكيم والتفاصيل. ظهور فيروس كورونا فضلا عن رفع قيمة الدولار كانتا سببا في فقد الكثير من العراقيين لوظائفهم، وهو ما أدى لارتفاع نسبة الفقر في البلاد، حتى أشار البنك الدولي عام 2020 إنما نسبته 40% من عدد العراقيين هم فقراء. وزارة التخطيط من جانبها توقعت ارتفاع نسبة الفقر في البلاد هذا العام ل 25%، معتبرة إن قانون الأمن الغذائي قد يعالج هذه المشكلة. ماذا يريد العراق أكثر من هذا الوارد المالي الذي يدخل له في مدخليات النفط والمدخليات الاقتصادية عبر المنافذ الحدودية وعبر السياحة الدينية؟ كل هذه العوامل كان يفترض أن يكون الواقع العراقي أفضل بكثير من هذا، إلا أن حيتان الفساد المستشري في الجسد العراقي مرة، وربما سوء الإدارة مرة أخرى، هو الذي أضر بالواقع العراقي وجعل المواطن العراقي للأسف يعيش في أسوأ حالاته المادية. الزيادة الكبيرة بأعداد الفقراء أحد أهم أسبابها غياب الدعم الحكومي للمواطنين والفساد المالي والإداري. أتحصد بعض المحافظات الجنوبية الصدارة في الفقر حتى بات أعداد كبيرة من أهلها لا يتمكنون من الحصول على لقمة عيشهم ويسكنون بيوت الصفيح والطين. إذا لم تكن هنالك محاولة لوضع خطط وإنشاء غرف مختصة حكومية لدراسة واقع الحال اقتصاديا وأيضا حتى على الجانب المعيشي وجانب توفير السكن، كل هذه الخطط من الممكن أن تنعش البعض من العوائل التي تعاني من الفقر. أما من الناحية الاقتصادية اليوم الكثير من الشباب يعانون من البطالة، فرص تعيين حكومي غير متوفرة. رغم الثروات والأموال الطائلة التي يمتلكها العراق وارتفاع أسعار النفط، إلا أن الخلافات السياسية
السياسية والفساد وسوء الإدارة لمؤسسات الدولة ساهم في تراجع مستويات النمو الاقتصادي وتهالك البنى التحتية وازدياد أعداد العاطلين عن العمل وعدم وجود المشاريع الاستثمارية أو الخدمية وعدم الاهتمام بالتنمية البشرية فضلا عن عدم وجود القطاع الخاص الذي قد يؤدي إلى تشغيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل بالتالي يؤدي إلى خفض نسب الفقر في البلاد. صباح حكيم الفرات بغداد. أغلق محتجون في محافظة ذي قار شركة نفط ذي قار احتجاجا على تدمير خيم الاعتصام الشهر الماضي ومطالبين بالتعيينات. وقال مصدر محلي أن المحتجين استخدموا الإطارات المحترقة في قطع الطرق المؤدية للشركة العامة. وفي السياق ذكر المصدر أن العشرات من الخريجين غير المحاضرين نظموا تظاهرة احتجاجية أمام بوابة المديرية مديرية التربية في ذي قار للمطالبة بالتعيين أسوة بالمحاضرين. تظاهر العشرات من الطلاب في الدراسات العليا والأولية أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة بغداد، وطالب الطلبة المتظاهرون الذين أغلبهم من الموظفين بعدم احتساب فترة دراستهم إجازة سنوية كونهم كانوا يدرسون عن بعد في فترة الإجراءات التي فرضت أبان انتشار فيروس كورونا. طبعا مطالبنا كلها واضحه وصريحه، وهذه مجموعه المطالب اللي نطالب بها من ضمنها الاجازه اللي يطالبون بها الوزاره، يقول اريد اجازه دراسيه، زين هي الدراسه كانت اونلاين، البلد كليته كل العالم مو بس البلد، كل العالم هو ماكو دوام، في حاله كورونا كلها قاعد تدرس اونلاين، ليش احنا نزلت هذا القرار وقلت روحوا ادرسوا اونلاين، هسه ترجع عقب ما كملنا الكورسين اريد اجازه في وقتها، زين هي الدوائر من مداوم؟ الناشد اخواننا السياسيين من كافه الكتل انه يقفون الى جانب اخوانهم واصدقائهم واولادهم اللي تعبوا وخسروا وحصلوا على شهادات، وهم شرعوا قانون 2020 انه اذا يطبقونه تطبيق قانوني. حيث أثار انعدام التوسعة للعاصمة بغداد مع الضغط المستمر عليها بعد تصاعد أعداد السكان فيها بما يفوق طاقتها التصميمية دعوات كتاب رأي إلى أهمية إيجاد الحلول العاجلة والفورية للعاصمة. الكاتب حازم الشهابي يقول مع تزايد النمو السكاني في العراق وقائلا عن هذه الأزمة، مع تزايد النمو السكاني في العراق وعلى وجه الخصوص العاصمة بغداد تتناسب طرديا المساحات المأهولة مع المهجورة منها، حيث تحيط العاصمة مساحات قفار بينما الزخم السكاني بلغ ذروته مما تسبب بتنامي العشوائيات السكانية وتشويه المعالم العمرانية للعاصمة دون أي حلول واقعية تذكر. أيضا من بين المغردين أيضا غرد الكاتب ثامر الحجامي عن هذا الموضوع قائلا: بغداد عاصمة العراق وأكبر مراكزه التجارية وأعرق مدن الشرق الأوسط، لم تعد كما كانت، شوارع ضيقة وازدحامات خانقة وأزمة سكن حادة وبنى تحتية متهالكة وسط عجز أمانة العاصمة عن تقديم الخدمات الضرورية، ولا حل إلا بتوسعتها وفق تصميم عمراني حديث يستوعب الانفجار السكاني الكبير. وفي منصة الفيسبوك نشر الإعلامي سلام محمد تدوينة جاء فيها: بالرغم من الزيادة السكانية الكبيرة فإن عاصمة العراق تفتقر للشوارع التي تسمح باستيعاب الكم الهائل للعجلات المستوردة، وهذا يستوجب انفتاح حدودها وبناء مدن خارج نطاق أمانة العاصمة لتخفيف الأزمات المرورية
ولتقديم خدمات أفضل للمدن الجديدة بعد بنائها بطراز وتصاميم حديثة. وإلى انستغرام ومقطع فيديو للناشط وسام عن تصدر بغداد للعشوائيات في إحصاء لعام 2019 نتابع. وهنا ندعو الجهات المعنية إلى الالتفات بجدية إلى هذه الأزمة التي باتت تضيق على العاصمة بغداد بما يشكل ضغطا على البنى التحتية المنهارة أصلا إلى جانب الإساءة لمظهرها الحضاري. ولأن الفرات لا تقبل إلا بالصدارة دائما، حصل برنامج كورة الذي يقدمه الزميل علي سالم على أفضل برنامج كروي، والزميل همام الموسوي كأفضل مراسل في بابل. وجاء ذلك خلال تقييم جماهيري نظمته كلية الإمام الكاظم عليه السلام خلال المهرجان الإعلامي السنوي الثالث في محافظة بابل، وفي وقت نال الزميل همام الموسوي مراسل الفرات في بابل شهادة كأفضل مراسل في المحافظة، كما وتبارك مؤسسة الفرات للزملاء هذا التفوق والإنجاز. أعلنت كلية الإمام الكاظم قسم الإعلام نتائج الاستطلاع الذي أقامه لتقييم وسائل الإعلام العراقية، أداء وسائل الإعلام العراقية بحسب الجمهور البابلي. كان لقناة الفرات مراسلها في بابل حصد مراكز متقدمة حسب تصويت الجمهور، وبرنامجها الرياضي أيضا كان له الحصة الأعلى من تصويت الجمهور. الاستمارة كانت بيضاء، لم نضع فيها لا اسم قناة ولا اسم صحيفة ولا مجلة ولا حتى إذاعة ولا اسم مراسل. الجمهور وضع ما يحب أن يضعه وسمى ما يحب أن يسميه من المراسل الأقرب له، ونقل همومه والتواصل معه في الساحة الإعلامية. مبارك لزملائنا ومشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.